ممكن يكون هناك لمسة يد على لاعب الثقيل أحمد العلي حالياً يتوجه لمشاهدة الفار ومشاهدة الإعادة في أكثر من زاوية لمعرفة إن كان هناك ركلة جزاء للعربي قد تحسب مع بداية هذا الشوط الأول. هنا تسديدة السنوش الهادي أحمد العلي كان قريب في هذه اللقطة. أحمد العلي يتخذ قراره نعم ركلة جزاء بلنتي لمصلحة العربي مع بداية هذا الشوط الأول. وصلنا لأربع دقائق والعربي ممكن يسجل حالياً أول أهدافه من ركلة الجزاء. هذه الإعادة لكرة السنوش الهادي استقبل الكرة العرضية اللي أتت من محمد الصولة وصلت للسنوسي تقدم سدد واستردت بيد طارق بوعطه وطلعت إلى خارج أرضية الملعب. أحمد العلي والسنوسي على تنفيذ ركلة الجزاء للعربي. السنوسي يا جول الأول للأخضر العربي يأتي ويسجل أول الأهداف من ركلة الجزاء عن طريق الليبي السنوسي الهادي اللي حصل على ركلة الجزاء ونفذها بنفسه على شمال خالد العجاجي. خالد ذهب على اليمين والكرة أتت في الشمال وتأتي في شباك العجاجي وفي شباك فحيحيل وتصبح النتيجة هدف لمصلحة العربي في الدقيقة الخامسة. العربي يفتتح نتيجة هذا اللقاء بهدف السنوسي الهادي في أكثر من زاوية. الهادي السنوسي سجل الهدف الأول للعربي وتتغير النتيجة حاليا وتصبح هدف للعربي ولا شيء لفحيحيل. فرصة من أجل الهدف الثاني يتقدم حاليا اللاعب العربي يلعب تمرير الصولة. الصولة يوقف على هذه الكرة يراوغ يسدد ولكن العجاجي يتصدى لهذه الكرة وكان من الممكن أن يأتي الهدف الثاني وكان من الممكن يسجل هدف ثاني عن طريق محمد صولة ولكن تصدى لها خالد العجاجي. جوسيف يلعب التمريرة ولكن الافتكاك مميز. عادة الكرة للسنوسي الهادي يتقدم في هذه الكرة فرصة الهدف الثاني. صولة 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 جول 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 الثاني للعربي مملكة البطولات أخضر التاريخ يسجل الثاني عن طريق محمد صولة. ضيع الأولى يا العجاجي الثانية ما تضيع منه يسجلها في شباكك تمريرة مميزة من المميز السنوسي الهادي اللي قلت لك من بداية هذا اللقاء ما عمره كان هادي. السنوسي سجل الهدف الأول بعد حصل على ركلة الجزاء نفذها بنفسه وصنع الهدف الثاني ومحمد صولة ضيع الأولى ولكن ما يضيع الثانية ويسجل الهدف الثاني للعربي. شاهد في الإعادة السنوسي بين لاعبين يلعب تمريرة مميزة صولة السلام وبعد ذلك فينيشنج عالي في شباك العجاجي يأتي الهدف الثاني وتصبح النتيجة هدفين للعربي اللي مو ناوي يضيع نقاط أخرى في الدوري السيسي الممتاز لهذا الموسم 21-22 ينجح ويسجل الهدف الثاني من محمد صولة. السنوسي 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 المتعة السنوسي لعب التمريرة لصولة تقدم بين لاعبين السلم سدد سجل هدف ثاني. نعم نعم لا يوجد أي تسلل على لاعب بفحيحيل. حكام الفي آر أعطوا القرار لأحمد العلي لا يوجد أي تسلل في الكرة الأخيرة لذلك أحمد العلي يحتسب ركلة الجزاء لأن لو كان هناك تسلل ستلغى ركلة الجزاء. ما كان هناك تسلل على برناد هيري لاعب الكرة العرضية والتلامس حصل من حسن حمدان مدافع العربي لذلك ركلة الجزاء حاليا تحتسب لمصلحة فحيحيل نفس ركلة الجزاء اللي احتسبت للعربي. ركلة الجزاء اللي احتسبت للعربي بعد اللجوء للفار والآن ركلة الجزاء اللي تحتسب لفحيحيل بعد اللجوء للفار وهنا التلامس اللي حصل من حسن حمدان وهنا برنارد هنري اللي لعب هذه الكرة العرضية واللي كان من الممكن أن تأتي بهدف التعادل. العربي يعقوب هل يسجل هدف التعادل لفحيحيل؟ يعقوب وتأتي صافرة أحمد العلي والعوضي في حراسة مرمى العربي. يعقوب جول جول تغليص الفارغ لفحيحيل يأتي من ركلة الجزاء. يعقوب الطرار واللي حصل على ركلة الجزاء بنفسه ينفذ ركلة الجزاء لفحيحيل ويسجل هدف فحيحيل الأول في هذا الشوط الأول ويغلص الفارغ وتصبح النتيجة حاليا هدفين للعربي من السنوسي وصالة وهدف لفحيحيل من يعقوب الطرار. ويعقوب تقدم في هذه الكرة سددها في شباك جاسم العوضي في شباك العربي ويغلص الفارغ لفحيحيل وتصبح النتيجة هدفين للعربي وهدف لفحيحيل.